ولكن كاين عندنا واحد شويه ديال الزياده لان كاين الناس اللي تصلوا بينا من بعد تم العمليه ديال الباهين تم الانتصار هي اشكال انتم الزعافي وشنو كاين ولكن خافوا عليا الجمهور الحجر ديال الفن صراحه راه الحمد لله كان في الداخل واليوم الحمد لله كاين طاقه مقفله كاين استمرار اسمحوا لي نشكركم خمسه دقائق معكم محمد فونس مسؤول اداري عن جمعيه ايادي البيضاء للتنميه المستدامه بمدينه اسافي. ننظم هذا الحفل وهذا العرس اللي هو قافله الاعذار المجانيه تحت شعار بسمه المسيره تخليدا للذكرى ديال المسيره وكذلك للذكرى ديال الاستقلال. فلا يسعنا الا ان نتقدم بالشكر الجزيل الى السيد العامل صاحب الجلاله على اقليم مدينه اسافي على الدعم والسند ديالو، كذلك الى السيد الكاتب العام والى السيد مندوب الصحه وإلى جميع الفاعلين الذين ساهموا في نجاح هذا العرس وفي نجاح هذا الحفل وإدخال الفرحة على الأسر المعوزة والمحتاجة والتي تعيش الهشاشة. فشكرا لكم أنتم كذلك كمواقع إلكترونية التي تتابع معنا وتغطي معنا جميع المحطات من قوافل طبية ومن قوافل ديال الإعذار. فجمعية الأيادي البيضاء تحت رهن إشارة ديال المواطنين بمدينة أسافي، ومرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ملكة العزوزي ممرضة بقطاع الصحة، مدة الخدمة 40 سنة. الآن أنا راني تحالت على التقاعد، وهاد الناس ديال الجمعية ديال الأيادي البيضاء للتنمية المستدامة داروا لنا واحد التكريم الله يجازيهم بخير، وكنشكرهم وكنشكر التنعية ما غنوفيش لهم الشكر اللي خاصني نعطيهم. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يزيدهم الصحة والسلامة والمزيد من العطاء على هذا الشيء اللي كيديروا مع الناس. الحمد لله دارين واحد حفل إعذار، الأمور كلها دازت الحمد لله بخير وعلى خير، الناس كانوا في المستوى. كنشكر رئيس الجمعية اللي هو السي عبد السلام قويرير والسي فوناس الله يجازيهم بخير وجميع أعضاء الجمعية. Thank you.